كما قلت سي سوريك الحقيقه ما كانتش بسهل، تعبنا عليها برشا، انا ضد طحنا معنا ضد كيبات كبار كما تشوف مازيمبي اليوم، انا ربحنا على الريتور مش بسهل جمله، تعبتنا ياسر اليوم الحمد لله، عرفنا كيفاش نقف، عرفنا كيفاش نروح بتلو بوان، الحمد لله ان شاء الله نكملوا على المنوال هذا، والبيت نتاعنا ان شاء الله باش يكون بريمير بلاس. بطبيعه الحقيقه حتى كي نحكي بنات بعضنا كل مره قاعدين نزيدوا نكبروا في الطموحات نتاعنا، قاعدين ناخذوا فيه معنا ماتش بر ماتش، ان شاء الله نكملوا كيما هكا، وكيما قلت انت معنا قاعدين معنا نجيبوا في الاطراح من برا ومن الداخل، ان شاء الله كملوا هكا وعلاش لا، معنا نزيدوا نقدموا اكثر واكثر ان شاء الله. احوال لاباس؟ لاباس الحمد لله، ما طولتش ياسر الحقيقه، عملت ثلاثه جمعات ورجعت الحمد لله، رجعت في الريتم توا لاباس الحمد لله، ان شاء الله نكملوا هكا وان شاء الله شي خير. بالطبيعه نصور اي واحد طموح للكيب ناسيونال، ان شاء الله نكملوا نخدموا كيما هكا، وواحد يزيد يحسن من روحه اكثر واكثر، وعلاش لا ان شاء الله.